وهنا دعوني أدخل مباشرة إلى فن الإقناع. النبي عليه الصلاة والسلام في ضوء هذه المرحلة الهامة، أناس يعملون يكسبون بالملايين، عندهم سمعة عالية، كل القلوب تهوي إلى مكة إلى البيت الحرام، فكيف سيقنعهم أن لدي بديل مالي؟ وهذا الكلام ربما نسمعه لأول مرة. بعض الناس يظن أنه مجرد أن تكون على حق، مجرد أن يكون عندك منتج صحي، منتج جيد، يكفي أن الناس تأتي إليك. هذا غير صحيح. يجب أن تجمع عندما تعمل في التسويق، تعمل في المبيعات، هذا المنتج لا يكفي أن يكون مفيداً، يجب أن يكون مربحاً. هذه معادلة هامة جداً. هناك بعض الناس، أخي، لماذا لا تقدمون محاضرات؟ لماذا الناس لا يلجؤون إلى قراءة الكتب، إلى الثقافة؟ طيب، الناس تقول لك بكل وضوح، كنت أتحدث قبل فترة مع أحد كبار الدعاة، قلت له الناس الآن تطالبنا بشعار جديد: كفاية دروس عايزين فلوس، كفاية دروس عايزين فلوس. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسله الله عز وجل ليكون سعادة للناس، ليس في آخرتهم بل في دنياهم أولا. لذلك الإسلام لم يأتي ليخرج الناس فقط من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم، أيضا أتى ليخرجهم إلى شيئين عظيمين: من الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العزة. لذلك عشرات المرات أنا أقدم محاضرات في أنحاء العالم، أضع شعارا في بداية كل كلام أن الإسلام والفقر لا يجتمعان، الإسلام والفقر لا يجتمعان. إذن الآن نعود، كيف يقنع النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء القوم؟ تعالوا إلى هذه القاعدة، وأسأل الله أن تكون قاعدة مختصرة جدا من عشرات التجارب، من عشرات المؤلفات، من التجارب الشخصية. هناك وصفة سحرية للإقناع، وأقول سحرية لأنني أتحداكم الآن أن لا تقتنعوا. يعني أنا الآن سأطرح هذه التقنية وأتحدى الجميع أن لا يقتنع. اليوم عندما تريد أن تقنع أي إنسان، عادة يخطئ البعض عندما يبرز له فوائد هذا الأمر أو حاجته لهذا الأمر. أنا أريد أن أقنعك الآن يا أخي، أنت تعال اذهب معي، تعال نذهب إلى العمرة، العمرة جيدة، العمرة ممتازة، فيها حسنات، ربما توافق ربما لا توافق، لكن كيف أتحدث معك بطريقة ما، بتقنية ما، ستقول لي نعم فورا. ما هي هذه التقنية؟ الآن إذا قلت لك ونحن نعيش في هذا الظرف، هل تريد دواء ناجع لكورونا؟ يستحيل أن يكون الجواب لا. هل تريد أن تحقق أعمال ما بعد كورونا؟ الجواب حتما نعم. هل تريد أن ينجو أولادك وأهلك من كورونا؟ الجواب نعم. الآن ماذا فعلت؟ أنا سألتك ثلاث أسئلة جوابها نعم حتما. الوصفة السحرية باختصار شديد، لأني سآتي على أمثلة عليها. أنت عندما تتحدث مع الآخرين، تحدث واسألهم بسؤال، ضع سؤال جوابه نعم حتما، ويفضل ثلاث أسئلة على الأقل، ثم اطلب منهم ما تريد. أنت تريد النجاة بكورونا؟ أنت تريد العمل بعد كورونا؟ نعم نعم. تريد النجاة لأهلك؟ نعم. تعال معي الساعة 5 لأعرض عليك شيئا ما، خذ هذه القسيمة بسعر كذا. الآن إذا أتيت لك بثلاثة أمور أنت قلت عليها نعم، لكن ما هي هذه ثلاثة أمور؟ يجمعها كلمة واحدة سحرية فقط، هي الضرورة. هذه الكلمة السحرية هي التي تحرك المبيعات، تحرك العمال، تحرك الشركات، تحرك الكافر ليصبح مسلما، وتحرك المسلم ليتجه إلى تقديم الخير والمساعدة للناس. إذا عرفت كيف تكتشف ضرورة الآخر أو أن تخلق له ضرورة، ستقنعه حتما. مرة ثانية، إذا عرفت ما هي ضرورة الآخر ثم وحدثته عنها، أو أن تخلق له ضرورة. وهذا الذي سيعيدنا إلى كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا سنأخذ هذه التقنية، كيف تعامل بها الله عز وجل، نبينا عليه الصلاة والسلام،
عشرات المصلحين ثم عشرات الفاسدين ثم إلى إبليس، كلهم تعاملوا بهذه المنهجية. إذن المنهجية باختصار، أنت تحدث مع الآخرين، اسألهم ثلاث أسئلة تبدأ بهل، جوابها نعم حتما وتحاكي ضرورة. ثلاث أسئلة جوابها نعم تبدأ بهل وجوابها نعم حتما تحاكي ضرورة لدى الآخرين. لكن إذا سألت سؤال ليس من الضرورة بمكان، يعني الآن لك هل تريد الذهاب الآن إلى شرم الشيخ برحلة بقيمة $50؟ أنا الآن غير مضطر، الآن لا يعنيني هذا الموضوع، ما الذي أنا مضطر إليه الآن حاكيني. إذن أنا إذا بدي أدخل عند زبون كيف أقنعه؟ إياك أن تدخل إليه، وأنا كثيرا ما أخاطب مندوبي المبيعات، ما بصير أنا أدخل والله عندنا منتج مربح جدا، عندنا اسمنا كبير نحن في السوق، والله بعضهم للأسف والله أنا إذا ما بجيب مبيعات بيقلعوني من الشغل. طب أنت لا تخاطب ضرورته، الآن بدك تعرف ما هي ضرورته، لعل ليست ضرورته المال. تبحث تدخل إلى كثير من التجار والله أنا عندي منتج مربح لك، طيب ما أنا عندي منتجات تربحني أكثر من منتجك عشرات المرات. حاول أن تكتشف ما هي الضرورة خاصيته. الآن واحدة من الضرورات فقط كلو، هذا فقط كلو، أن تدخل إلى تاجر وتقول له أن أعلم عندك منتجات كثيرة، لكن أنا سمعت أن هناك بعض الزبائن يدخلون لا يجدون هذا المنتج، منتجي عندك، فيذهبون إلى جارك المنافس ويشترون معه البضاعة الثانية لأنهم عنده هذا الصنف. فالأفضل أن يكون عندك إذا كنت مضطراً أن لا يذهب زبائنك خارج محلك. ربما هذا يدعوه إلى أن منتجي عنده صار ضرورة. هناك من يتعامل بالمنافسة، هناك من يتعامل بالفردية، يعني بما يسميه الألف همزة، أنت ستكون الأول، الأفضل، الأحسن، الأكثر منافسة. واحد يتعامل أنت ستكون من الناس الذين يتميزون بكذا، يتميزون بكذا، وجعلتها في قانون اسمه مضى، المنافسة الضرورة. وعندنا ما يسمى بالانتقام الذي هو أيضا أحد الضرورات التي يسعى إليها بعض الناس. ألا تريد أن يخرج فلان من السوق؟ ألا تريد فلان أن يذهب من المنافسة؟ ألا تريد أن يعني تنتقم لمن كان يظن أنك ضعيف وأنك لا تستطيع العمل؟ هذه ثلاث دوافع ولها تفصيلات كثيرة أقدمها في عشرات الدورات وبالممارسة العملية. لكن دعوني أعود سريعا سريعا إلى رسول الله، كيف أعمل قانون هذا الضرورة؟ الآن قريش كما قلت عندهم أموال، عندهم سمعة، طيب كيف نقتنع منك يا محمد وأنت تأتينا بشيء لم نعهده ونحن غير مضطرين إليه؟ الآن السؤال الكبير، ما هي ضرورة هؤلاء القوم؟ وهذا السؤال يجب أن ندرسه بعناية. عندما تذهب إلى أي سوق، إلى أي شركة، إلى أي إنسان تريد أن تقنعه بمنتج ما، يجب أن تبحث عن ضرورته، عن ضرورته، أو أن تخلق له الضرورة. الآن أول حوار جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء القوم، اكتشف أن هناك عنصر هام وهو ضروري جدا في حياة أي دورة اقتصادية، وربما الآن نحن نعيش هذه الضرورة التي نعيشها في أيام كورونا. هؤلاء القوم في قريش يملكون كما قلت المال، يملكون السلطة، لكن عندما تملك المال تملك السلطة، لابد لك من ضرورة هامة جدا هي دوام هاتين الضرورتين. كيف أديم المال؟ كيف أضيم السلطة؟ يعني هدول أكثر ضرورتين، وكل الدول، كل الحكام، كل التجار يسعون إلى استدامة أمرين هامين، وهما الملك ودوام الملك. أنا لا يكفي أن أكون يعني آمنا في مكان ما، أنا أريد دوام الأمن. أنا لا يكفي أن أكون مالكا لثروة، أنا أريد دوام هذه الثروة. إذن احفظوا معي هاتين النقطتين، نحن نريد الملك ودوام الملك. أنا لا أريد فقط أن يكون لي سمعة طيبة في السوق ولدي حصة كبيرة في السوق، لكن أريد دوامها. لذلك تجدون الآن الشركات الكبرى يعني لا يتوقفون عن الإعلانات، عن الترويج. ليه؟ لأن أنا ما بكفي يكون فوق، أنا يجب أن أستمر في الصعود
أو أن أستمر في المكان التي وصلت إليه. طيب الآن قريش ما الذي تملكه؟ تملك المال وتملك الأمن، لكن لا تملك دوامهما. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخاطبهم تعالوا في البداية، لم يخاطبهم تعالوا الآن لمزيد من المال، لم يكن تعالوا لمزيد من السيادة، أنتم أسياد. جمع قريش كلهم واعتمد على مصداقيتي كما قلنا، هو الصادق الأمين، أنتم تعلمون أنني صادق أمين. طيب الآن ما هو المطلوب؟ قال لهم لو أن خيلا تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ انظر الآن إلى تعامله مع ضرورة الأمان. يعني عندما الآن أنا آتي إلى تاجر، وخاصة الآن أحدث، أنا مستشار كما ذكر أستاذ علي لعدة شركات، الآن أول كلام نتحدث عنه اليوم بعد كورونا مباشرة، إذا لم تكن قد نوعت استثماراتك الآن يجب أن تنوعها، لأنه أنت حتى تشعر بعامل أمان بدك يكون عندك صار مصادر دخل لو جلست في البيت، ومصادر دخل في عدة دول، لأنه ربما يفقد الأمان بلد وتلجأ إلى بلد آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هددهم بهذا، قال لو أن خيلا تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا أو كائن ذلك يا محمد؟ يعني انفجرت عيونهم من الرعب على هذه الضرورة، وبنى على هذه الضرورة أن هناك ما سيهدد هذا الأمان إذا لم تستمعوا إلي، وأنا أتيتكم بأمان من خالق السماوات والأرض. هم لا يعرفون من خالق السماوات والأرض وكيف يعني يخافون من، ذكرهم بالحقيقة التي منحتها له الله عز وجل، هي عام الفيل. كلهم النبي العام، الآن هذا الحديث النبي عمره 40 عاما، كل من حدثهم يعلمون تماما منذ نعومة أظفارهم أن هناك صلة بين السماء والأرض، وأن هناك ما يهدد الأمن من خلال حادثة الفيل. انظروا الآن حادثة الفيل كيف استثمرها النبي عليه الصلاة والسلام. أترون أن هناك شيئا سماويا يمكن أن يغير عليكم؟ الآن أنتم أقوى قوة في الأرض، يمكن أن يعني تتغلبوا على جميع الجيوش، لكن هناك قوة غالبا فوق أنتم لستم على صلة بها، أنا الوحيد الذي له صلة بالسماء لأخفف عنكم هذا ضياع الأمن الذي يمكن أن يأتيكم من القوة الخارجية، فإني نذير لكم بين يدي عذابي يوم عظيم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الضرورة، وكل إنسان تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى ضرورته. سريعا سريعا سنجد أن خالد بن الوليد عندما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقنعه بالدخول في الإسلام، ما هي ضرورته؟ هو عنده مال، عنده قوة، له سمعة، وتغلب أيضا على جيش النبي عليه الصلاة والسلام، هو ليس بحاجة للنبي. طيب انظروا الآن بماذا حدثه النبي عليه الصلاة والسلام؟ حدثه بضرورته، أسلم أعطك أعينة الخيل، وجهه إلى الضرورة التي يحتاجه. أنا أريد أن يعني يعجبني الإسلام وبدأت أفكر، لكن أنا لا أريد أن أتخلى عن الضرورة أن أكون قائدا للجيوش، وهذه بالنسبة لسيدنا خالد عظيمة جدا. أبو سفيان، من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، هو ضرورته أن يكون سيدا، هو ما لا يسأل عن المال، عنده من المال الكثير، بحث عن ضرورته. سريعا إلى الله عز وجل، الله عز وجل عندما خاطب المؤمنين هو قاهر لعباده، وهو قادر على أن يرغمنا على الإيمان به، لكنه عز وجل علمنا أن سيدخل إلينا من باب الضرورة. ماذا قال ربنا عز وجل؟ نفس الآن راقب القاعدة، أن تقول هل، جوابها نعم تحاكي ضرورة. فقال على الله عز وجل هل أدلكم على تجارة. الآن انظر أنت ماذا تفعل؟ أن تقول نعم نعم، هل أدلك؟ الله يتحدث، هل أدلك؟ نعم يا رب، وهل تدلني إلا على خير؟ على تجارة، نعم. تنجيكم من عذاب أليم، نعم. تؤمنون بالله؟ طيب تعالوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشرات، وأنا عندي مؤلف كامل عن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي استخدم فيها هذه الطريقة، والتي استخدم فيها هل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة إلى خمس مرات، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هل أدلكم على عمل إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو الجواب؟ نعم. هل أدلكم على شيء يقربكم من الجنة يباعدكم من النار؟ نعم نعم. هل أدلكم على عمل خير لكم من أن تضربوا أعناق عدوكم ولا ويضربوا أعناقكم
وتحصلون به على رزقكم ويزيد رزقكم عند باريكم. نعم نعم نعم، أربع مرات ذكر الله عز وجل. وهكذا سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عشرات المرات عندما يخاطب الناس، هل أتدرون من المفلس؟ نعم. طيب القرآن عندما يريد أن يخبرنا عن يوم القيامة، تعالوا إلى سورة عمّة مثلا، الله يريد أن يخبرنا عن يوم القيامة، لكن يريد أن يفتح الشهية، يريد أن يقدم لك يعني تشويق، يريد أن يحصل منك على نعم. ماذا فعل الله عز وجل؟ قال في سورة عمّة: عمّ يتساءل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. الآن 17 آية إلى أن وصل عن يوم الفصل، يوم الفصل الذي هو يوم القيامة. طيب لماذا أخذ هذه كلها؟ لتقول نعم أريد 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 أريد. الآن في الإعلانات ماذا يفعلون؟ إما بالصورة وإما بالكلام. الآن أنا أسألك، هل تريد منتجا ذو رائحة نفاذة؟ هل تريدين منظفا رخيصا؟ هل تريدين منظفا يساعد على دوام الألبسة والخيوط؟ نعم نعم نعم، اشتري هذا المنتج. هذا بالكلام. وإما بالصورة، عندما يضعون لك مثلا دعاية جالكسي، عندما يشعرونك أن مجرد الحصول على هذا المنتج أنت ستصبح في قمة الرفاهية، في قمة الشهرة، في قمة المتعة، وكأنه يسألك: هل تريد المتعة؟ نعم. هل تريد الشهرة؟ نعم. هل تريد أن تكون مرفها؟ نعم. إذن اشتري جالكسي. إذن هذه القاعدة التي نستقيها من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه خاطب ضرورتهم. وجدنا أن النبي فيما بعد تعامل مع هؤلاء التجار في كل مرحلة من المراحل بالضرورة. عندما آمن به الناس، وجد بعض الناس أن هناك خوفا على أموالهم، أنه كيف نحن بكرة إذا يعني إذا تركنا عبادة الأصنام سوف نخسر. لاحظوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الخطاب الثاني، قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تملك بها العرب وتذل لكم بها العجم. خاطب الضرورة الثانية التي هي خشية ضياع السيادة وخشية ضياع المال. الله عز وجل أيضا هو الذي يقرأ نفوس المؤمنين. عندما حرم الله عز وجل دخول المشركين إلى البيت الحرام، وأن المشركين نجس لا يدخلوا مسجد الحرام بعد عام، ماذا قال ربنا عز وجل: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. يعني مجرد أنت بلشت ضرورة تبعك، تبع أنه والله أنا أخشى الفقر، الآن يقدم لك الله عز وجل أن هناك مصادر دخل. وفعلا بعد 21 يوم من هذه الآية بدأت المعارك التي غنم منها المسلمون الشيء الكثير، وبدأت الفتوحات، وبدأت الأموال تكثر بين يدي الناس، إلى درجة أن صفوان يقول: كنت سابع سبعة لا نملك إلا أوراق الشجر، وما منا أحد اليوم بفضل رسول الله بفضل الله ورسوله إلا وأمير على مصر من الأمصار. وبهذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بداية قوية لتأسيس شخصية الإنسان المسلم الذي ينعم بالمال والسيادة والعزة، وحقق أن الإسلام والفقر لا يلتقيان، وجمع ذلك في قاعدة أساسية هي اختبار لتعرف هل أنت مسلم حقا أو لا. قال عليه الصلاة والسلام عن المسلم أن في الإسلام يدان: يد عليا هي المعطية، ويد سفلى هي الآخذة. وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا يد عطاء، وهكذا يجب أن تكون يد المسلم. فإذا كنت مضطرا لأن تكون على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كنت مضطرا لأن تكون أثرى الأثرياء، إذا كنت مضطرا على أن تكون يدك هي العليا، فاقرأ عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف حقق الثروة، وكيف كانت يده يد عطاء، لدرجة أنه وضع قاعدة لا يجرؤ على قولها لا بيل جيتس ولا عشرات الأثرياء. عندما يعني تحدث عنه واحد من المشركين، قال: اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أسأل الله أن تكون هذه إضاءة سريعة حول هذا البحث، وحول مفهوم الإقناع عند رسول الله ومن الله عز وجل،
أختم فقط أن هذا الأسلوب، لكن تركته فاصل حتى لا نقارن، أن هذا الأسلوب أيضا استخدمه الشيطان. يعني الشيطان عندما أراد أن يقنع سيدنا آدم بالخروج من الجنة ماذا فعل؟ أتذكرون عندما قلت لكم هناك أمران، نريد المال وطولة الأمد، نريد الملك ودوام الملك. أتى إلى آدم عليه السلام قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انظروا، لم يقل له أنا أريدك أن تعصي الله عز وجل، أنا أريدك أن تترك طاعة الله، لا أبدا على الإطلاق. حدثه بضرورتين كلنا كبني آدم نحبهما، الملك ودوام الملك. قال هل أدلك على ملك، على شجرة الخلد وملك لا يبلغ؟ فإن سيدنا آدم كما في الروايات قال يا رب ما ظننت أن يحلف أحد باسمك كذبا، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، ودلاهما على الشجرة فأكلا منها ظنا منهما أن هذه الضرورتان سوف تتحققان من خلال هذا الفعل. إذن عندما خطبه بالضرورة لم يجرؤ أن يقول لا. الآن البراعة، تعلم أن تجد ضرورة الآخر في ثلاث أسئلة، أو أن تخلق له ضرورة هو لم ينتبه لها، سيجيبك على ما تقول، وبذلك نكون قد جمعنا مقدمة عن أموال النبي عليه الصلاة والسلام وعن كيفية خلق الضرورة واستخدامها بأعظم من أقنع الناس بما يوصلهم إلى الخير والحق والهداية، نبينا عليه الصلاة والسلام.